نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني في الحقيقة الدولة التركية، الاحتلال التركي تمادى تماما في انتهاكاتها بحق الإنسان والإنسانية، وخاصة نحن نعلم تماما أن سوريا هي منطقة نزاع مسلح، تدار فيها النزاع مسلح. طبعا هروب المدنيين اليوم إذا تحدثنا، وخاصة من منطقة عفرين، هي جراء الأفعال الإجرامية التي تحدث داخل مدينة عفرين. وأيضا كذلك بالنسبة لمدينة سليكانية، هاتين المدينتين اللتين احتلتا من قبل الدولة التركية اليوم ترتكب ضمنها أفظع الجرائم. أما من الناحية الأخرى ومن ناحية عبور الحدود، فتركيا دائما تسعى إلى حالة القتل بحق السكان المدنيين. هناك إجراءات أخرى يمكن أن تضاف في مجمل الإجراءات التي حددتها الأمم المتحدة، طبعا هروب اللاجئين أو السكان ودخولهم إلى الحدود التركية هي جراء النزاع المسلح الدائر في سوريا، وتركيا أصبح طريقا للعبور. من ناحية هذه الانتهاكات التي تفتعلها الدولة التركية، هي عبارة عن جرائم ترتكب بحق السكان، وهي اليوم ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب تماما. برأيكم يعني بالنسبة للتعامل مع الهاربين من سوريا منذ بداية الحرب والآن الأزمات المتراكمة، وأيضا في المناطق التي تحتلها تركيا، هل فقدت الاهتمام الدولي بها، أو أنه لا، في متابعة ورصد لما يحدث ولكن هو غير معلن؟ تماما، يعني المجتمع الدولي فشل تماما يعني بإدارة الملف السوري، ولم تستطع حتى حماية اللاجئين داخل الأراضي التركية، اللاجئين الذين يعني لجوا إلى تركيا جراء النزاع المسلح أو الحرب الدائرة على الجغرافيا السورية بشكل عام. اليوم نرى حتى داخل الأراضي التركية يعني مخيمات اللاجئين تتعرض بشكل دائم للانتهاكات، فلذلك سجل تركيا هو سجل حافل بهذه الانتهاكات بحق الإنسان والإنسانية. تركيا اليوم تخالف المعايير الدولية تماما، وبالأخص فيما يخص يعني وضعية اللاجئين داخل تركيا، وحتى يعني الساعين إلى اللجوء يعني هروبا من الحرب الدائرة على الجغرافيا السورية. طبعا يعني المجتمع الدولي اليوم هو شريك مع الدولة التركية في هذه الجرائم المرتكبة، كون المجتمع الدولي لديه آلاف الوثائق التي تثبت تورط الدولة التركية في هذه الجرائم بحق المدنيين وبحق السكان المدنيين. تماما هي تخالف المعايير الدولية وتخالف القانون الدولي الإنساني وتخالف القانون الدولي العام، وباعتبارها دولة منضوية تحت مظلة الأمم المتحدة، اليوم كل هذه هي جرائم وصفتها، وبحسب الوصف وصف المجتمع الدولي أو منظمة الأمم المتحدة فهي جرائم حرب، وبحسب الوصف القانون الدولي الذي وضع عام 1946 ودخل حيز التنفيذ 48، إضافة إلى يعني فيما نقول البروتوكولين الإضافيين، كل هذه هي مخالفات تماما للمعايير الدولية. اليوم تركيا هي دولة انتهاك، سجلها حافل تماما بهذه الانتهاكات. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من شمال وشرق سوريا، الحقوقي والمختص في القانون الدولي خالد جبر، شكرا جزيلا لك من جديد.